أقامت المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف بمشاركة بعثة نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف ومجلس الديانات وقفة تعبين لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين بمسجدين في مدينة كريستشيرش بنيوزيلندا. وقد أكد الجميع على أهمية نبذ خطاب الكراهية والتعصب الديني ودعوا إلى احترام الديانات. Not only will the people of New Zealand not change as a result of this event, but I think today's recollection here is a wonderful example of that. All of the communities coming here together in Geneva, at the foundation, in the mosque, to express their grief for the loss of the innocent Muslim people in New Zealand, but also their union in rejection of the doctrine of extremism and hate and the need that we need to come together to contest this globally. سفير نيوزيلندا بجنيف أكد عن بالغ قلقه وعميق حزنه لما حدث داعيا الجميع إلى التسامح ونشر ثقافة التعايش والسلام بين الديانات، مؤكدا أن ضحايا المسجدين ليس شهداء المسلمين فقط وإنما شهداء نيوزيلندا والإنسانية جمعا. هناك تضامن كبير من جميع المؤسسات والجمعيات والمراكز الدينية والثقافية وكذلك السياسيين، حضرنا كثيرا من السياسيين في مدينة جنيف، إضافة إلى الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، جاء وقفة تعزية وتأمل في هذا الحدث المصاب الجلل الذي كما قلنا سجد حوالي تقريبا 50 شخصا وجرح الكثير من المسلمين. ونحن نعبر في الحقيقة عن كثير الامتناننا وشكرنا للحكومة النيوزيلندية التي في الحقيقة وقفت، وشاركنا هنا السفير النيوزيلندي. اجتماعنا اليوم دليل قاطع على أن الحل الوحيد للتصدي للأعمال الإرهابية هي أخوتنا الإنسانية. المؤسسة الإسلامية الثقافية تعتبر منصة للإسلام المعتدل في جنيف، حيث تحرص على تنظيم الندوات والنشاطات التي تدعو إلى احترام الديانات ونبذ العنف وخطاب الكراهية. وقد تم افتتاح المؤسسة الثقافية الإسلامية في عام 1987 من قبل الملك الراحل خالد بن عبد العزيز. دعوة للسلام والتسامح واحترام الأديان أطلقتها الكنيسة والمسجد والمعبد في المؤسسة الثقافية الإسلامية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، المؤسسة الثقافية الإسلامية، جنيف.